ينتظرون منذ ايام خبرا يبرد نيران الالام التي اجتاحت قلوبهم بفاجعه فقدان ذويهم واحبائهم في غرق عباره الموسى لكن احدا من المسؤولين الحكوميين لم يستمع لاهاتهم المكلومه المكبوته في صدورهم المتعبه امام قسم الطب العدلي بدائره صحه محافظه نينوى اجتمع هؤلاء الرجال والشباب الذين فقد كل واحد منهم في فاجعه العباره اما اخا او اختا او زوجه او ابنا او عزيزا من الاقارب او الاصدقاء وهم هؤلاء الوحيد سماع القليل القليل من اي جهه حكوميه عن مصير جثث من فقدوهم أو عن محاسبة المقصرين الفاسدين الذين كانت لهم اليد العليا في التسبب بمأساتهم الكبيرة أنا عندي ابني انفقد وابن أخويا وابن عمي ثلاثة وما شفنا أي حركة أي إنسان خاصة من مجلس محافظة نينوى لنا أربع أيام لحد الآن ما شفنا أي مسؤول قال لنا احنا سوينا هالشي اخوان او اتخذنا بحق الغرقانين على اجراء الفلاني او عثرنا على جثة او خبرنا او اتصلنا لحد الان ما شفنا وبالرغم من مصابهم الكبير الجلل الذي اهتزت له الارواح والضمائر الا ان ارواحهم الطيبة تأبى ان تبتعد عن المألوف من التقاليد والاعراف والاعمال فجل ما يطلبه هؤلاء اليوم جثث أحبائهم الذين فقدوهم في فاجعة العبارة ليتسنى لهم مواراتها التراب من ولاد عمام اثنين الحمد لله ها صارنا ثلاث ايام هنا كل قبر ماكو وين كل راحوا لا مسؤول اول يوم جو راحوا مطلبنا احنا بس خلي يجيبون يناشنون الدول يجيبون غواصين يطلعون جثتنا ونسلم نستلم جثثنا وندفن ابوك بالجنه في مال الله ما ما مطلب ثاني ويبقى الامل عنوان صبر هؤلاء القابعين على ارصفه الموصل ينتظرون مجرد خبر او صوت عن ذويهم يداوي جراح وغصات ايام وساعات انتظارهم وهم يدركون ان هذا المنتظر لن ياتيهم الا من الله او من يسخره لهم من عباده وليس من الحكومة أو منتسبي مؤسساتها المختلفة الذين ما زالوا يحسبون بالميزان كفتي الربح والخسارة من الفاجر.